السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد نفيد به ونستفيد. بشكر حضراتكم على دعواتكم لوالدي بالرحمة والمغفرة، جزاكم الله كل خير، ويا رب تستمروا في الدعاء اليوم في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله، أيام شهر ذي الحجة إن شاء الله. وربنا كل واحد يتمنى إن يكون على جبل عرفات، ربنا يحققها له إن شاء الله. بشكركم شكر جزيل الشكر، وما تنسوش من دعائكم إن شاء الله. في ناس بتسأل إزاي أنا ممكن أشغل بطارية الدريل على راوتر أو على رسيفر أشتغل بيه. حضرتك ممكن تجيب وردتين زي دول كده، الأحمر بيبقى موجب والأبيض ممكن يبقى سالب معاك. الموجب أهو معروف والسالب أهو، هنصغر دول كده كويسين جامد كده عشان ما نبوظش البطارية دي لو حبينا نحتاجها تاني في أي وقت. أهي عدنا لحضراتكم والأفضوميتر معانا أهو، اهو ادي الموجب اهو وادي السالب اهو، عطانا 12 فولت مرتاحين. كمان ممكن يجي عاملين عليه صبه شمع زي دي كده اهو على الويرد دي كده اهو، هيشتغل معانا كويس جدا جدا، ونقدر نشحنه بشاحن بتاعه، لا تحتاج كارت ولا اي حاجه، الشاحن بتاعه بيتباع وجميل جدا جدا. هنا في كمان في يبين لك الفولتيه اللي الشحن باين ولا مش باين. ارجو ان كنت حضراتكم في فيديو واضح جميل جدا تقدر تستخدمه. السلام عليكم.